اكد سعاده الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربيه والتعليم ان الوزاره انجزت حوالي ثمانمائه درس متلفز جديد بالاستوديو الجديد بمدرسه السيل الابتدائيه الاعداديه للبنين بتعاون مثمر مع وزاره شؤون الاعلام واضاف سعاده الوزير انه تم التركيز في الدروس الجديده على تغطيه احتياجات مختلف المراحل الدراسيه وفق خطه متكامله مشيرا الى ان ذلك ياتي ضمن خيارات تعلم عديده اتاحتها الوزاره لتعزيز عمليه التعلم عن بعد ومن أهمها المحتوى الرقمي المتنوع عبر البوابة التعليمية الإلكترونية، مع توفيرها لنسخ رقمية من الكتب الدراسية وخدمات تواصل بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور. إضافة إلى تطبيق تقنية الفصول الافتراضية وتخصيص 14 قناة يوتيوب للوزارة تشمل جميع الصفوف. كما أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي أن الوزارة سخرت كل جهودها لتحقيق عودة مدرسية ناجحة وآمنة مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التعلم عن بعد سيشكل ركنا أساسيا من المنظومة التعليمية من تاريخ الثامن والعشرين من يونيو الفائت ولغاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري وفي اطار استعداداتها المكثفه لبدء العام الدراسي الجديد، استطاعت وزاره التربيه والتعليم تصوير حوالي 800 درس متلفز لجميع المراحل الدراسيه داخل اروقه الاستوديو الجديد الذي ضمته مدرسه وادي السيل الابتدائيه الاعداديه للبنين، والذي عمدت الوزاره في جعله محيطا تعليميا نموذجيا جاذبا. روعيت فيه الأساليب والإمكانات كافة الكفيلة بمحاكاة البيئة الواقعية في الفصل الدراسي العادي وتنشيط صور التفاعل العلمي عن بعد لضمان استمرار تقديم الخدمة التعليمية بالشكل المطلوب وقطف المخرجات المنشودة منها خصوصا في ظل الظروف الصحية الراهنة التي فرضها وما زال يفرضها فيروس كورونا جهود جبارة كان قد بذلها المعلمون المشاركون في التصوير والمشرفون عليهم من قطاعات الوزاره ذات الاختصاص حيث نجح الكادر التعليمي وخلال فتره العطله الصيفيه في تغطيه احتياجات مختلف المراحل الدراسيه وفق خطه عمل متكامله وعبر آلية بث تلفزيوني محددة ستطل من نافذة شاشة تلفزيون البحرين بالتفاهم وبالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام ليتم تفعيلها بالتزامن مع موعد العودة المدرسية وفي أوقات مناسبة من اليوم بما يراعي ظروف أولياء الأمور. مع إتاحتها عبر قنوات اليوتيوب الأربعة عشر التابعة لوزارة التربية والتعليم تشمل جميع الصفوف لإمكانية مشاهدتها لأكثر من مرة وحسب الحاجة زيادة أعداد الدروس المتلفزة وتكرار التجربة جاء في أعقاب النتائج المتميزة التي تم حصدها في الفصل الدراسي الفائت كما يأتي ذلك ضمن خيارات وزاره التربيه والتعليم في تعزيز عمليه التعلم عن بعد ومن اهمها المحتوى الرقمي المتنوع عبر البوابه التعليميه الالكترونيه التي ساهمت في اعداد مئات الالاف من الدروس والانشطه والتطبيقات والاثراءات وحلقات النقاش الى جانب رفع سلسله من النسخ الرقميه من الكتب الدراسيه وخدمات التواصل النشط بين الطلبه والمعلمين واولياء الامور. ناهيك عن تطبيق تقنيه الفصول الافتراضيه التفاعليه التي تم تعميمها مؤخرا على جميع المراحل الدراسيه اضافه الى ادوات التعليم في التربيه الخاصه والتعليم الفني والمهني. لتلفزيون البحرين محمد رشادات.